كلمنا في قصة ومبادرة ملهمة، فكر جديد، نشر للوعي. خلونا نتكلم على يمكن دراسة تانية كمان يعني بتخلق أو بترفع الوعي. خلينا نقول المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عمل دراسة بترصد أهمية التوسع في إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وكمان بتوفر بيئة عمرانية أفضل تساعد فيها لتحسين جودة الحياة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ مصطفى عبدالله، باحث ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير على حضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا، صباح الخير، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وأتمنى يا رب العام الجديد يكون مليء بالخير والسعادة على مصر والعالم. أهلا بيك يا فندم. يعني حابين نعمل أو نركز على النقاط اللي رصدتها الدراسة الخاصة بالمدن الجديدة في مصر. خلينا نقول في البداية ونوضح للسادة المشاهدين أن مصر تعدادها زاد في 20 سنة الأخيرة حوالي 45 مليون نسمة. الزيادة دي أدت إلى وجود حاليا 21 مليون نسمة في تعداد فئة الشباب ما بين 18 ل 29 سنة. المدن الجديدة هي ليست رفاهية في مصر. احنا محتاجين المدن الجديدة لأن احنا عندنا حجم سكان متنامي وكبير جدا. في مقابل ذلك في تحدي آخر، وهو وجود الشعب في مساحة جغرافية تقدر بحوالي 7%. وطبعا 7% دي هي المساحة الجغرافية التاريخية لمصر على مدار التاريخ. احنا في نفس المكان في نفس الإطار اللي هو متقوقع حوالين الوادي والدلتا، لكن مع وجود زيادة كبيرة جدا احنا بنعرض الأرض الزراعية اللي هي تعتبر مصدر الحياة الرئيسي لنا في مصر للخطر. عشان كده كان في ضرورة ان احنا نتوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة الصحاري، في نخرج من النطاق الضيق اللي نقدر نقول الوادي ودلتاه. وعشان كده احنا اهتمينا في مصر من سنة 2014 ان احنا بنبني 30 مدينة جديدة، ده بخلاف ان احنا كان عندنا 22 مدينة موجودين من قبل كده، بخلاف ان احنا كمان دلوقتي بنخطط لتسع مدن جديدة. طيب ده عظيم جدا. احنا دلوقتي بنتكلم عن تنمية شاملة، خلينا نقول إعادة توزيع السكان مرة أخرى، تحديث الخريطة السكانية والعمرانية، إزاي ده ممكن يتم؟ طبعا التنمية الشاملة دي بتكون مصطلح، يعني احنا بنقول ان انا عندي مساحة صغيرة جدا محتاج ان انا اقوم عليها كل احتياجاتي، لكن ده مش هيكون متاح زي ما كان فيما قبل ذلك. احنا كان عندنا الوثائق بتثبت لنا ان في المساحة دي كان في من حوالي 100 سنة كان في التعداد من حوالي 2-4 مليون مواطن. دلوقتي احنا بقينا 100 مليون مواطن او عدينا 100 مليون مواطن، وكمان في دراسات وهي تعتبر دراسات رسميه بتاكد لنا ان احنا بحلول 2050 هنوصل لتعداد قد يصل الى 160 مليون مواطن او يزيد عن ذلك. ده معناه ان احنا هنحتاج مدن جديده. اكيد هنحتاج مدن جديده، لان احنا لو استمرينا بهذه النسبه من التزايد السكاني على مدار السنين القادمه مع عدم وجود اي افق لبناء مدن ومجتمعات جديده في خارج الصحراء او في المنطقه الصحراويه، ده هيؤدي الى ان الرقعة الزراعية في خلال 100 سنه هتتاكل بالكامل. طبعا ده ما ينفعش مع حجم دوله احتياجاتها بتزيد كل يوم. يعني البعض بيقول ان احنا دايما بنتكلم عن الزياده السكانيه وقد ايه انه الموضوع مش مهم قوي، وانه بالعكس انه الشباب نقدر نهتم بيهم ويعملوا شغل كتير والكلام ده كله. في الحقيقه دي حقيقه، لكن لما يبقى في تعليم كويس، لما يبقى في مدن قادره ان هي تستوعب الكميه دي من الناس، ما يبقاش في كل كيلو في كميه ناس بالالاف متراكمين في كيلومترات دي، وبالتالي هيبقى في ازدحام واختناق، وخلينا نقول الحاجات اللي احنا شفناها في العشوائيات الكتيره جدا. 45 مليون نسمه في 20 سنه ده رقم كبير جدا، لكن الدوله قدرت ان هي زي ما حضرتك قلت بتبني 30 مدينه جديده. ازاي بيتم اختيار اماكن اقامه المدن الجديده يا فندم؟ خلينا نقول في النقطه دي ان الاختيار اقامه المدن الجديده ده بيتم على اساس دراسات دقيقه جدا بتدرس احتياجات كل محافظه، بتدرس الاحتياجات التنمويه في كل اقليم في مصر. على اساس كده برضو بنشوف الاحتياجات للمشروعات التنمويه، يعني احنا مثلا عندنا منطقه صناعيه بالضروره ان احنا بنتبع جنبيها
نقدر نقول مجتمع عمراني متكامل. المجتمع العمراني المتكامل ده هو بيكون المقر اللي بيكون فيه موجوده القوى العامله لهذا المشروع الصناعي او هذا المشروع الزراعي او ايا كان من المشاريع. بس احب ان انا برضو اقف عند نقطه حضرتك ذكرتيها، وهي ان انا لازم يكون عندي مجتمع متكامل في مدارس، في مستشفيات، في مراكز خدميه مختلفه. وده ده نابع من توجه الدوله في فكره تطوير العشوائيه العمرانيه، اللي هي للاسف بقى دلوقتي حوالي 40% من الكتله العمرانيه في مصر هي كتله عشوائيه. الدوله بتسعى في تطويرها الجديد، واحنا بنسعى لعهد الجمهوريه الجديده، ان احنا بنضمن للمواطن حياه كريمه، حياه نقدر نقول فيها جوده حياه عاليه جدا. عشان كده احنا لقينا ان في الدستور المصري مثلا الماده 78 نصت صراحه على حق المواطن في المسكن الملائم الامن الصحي اللي بيحفظ كرامته الانسانيه ويحقق له العداله الاجتماعيه. بخلاف كده المواثيق الدوليه كمان هي اللي بتكون داعم للقوانين الداخليه اللي احنا بنعملها في مصر، زي مثلا ان تعريف الامم المتحده للمسكن الملائم في سنة 1991 الأمم المتحدة وضحت المسكن الملائم، قالت إن هو مش مجرد أربع جدران وسقف ولا مكان ناس تسكن فيه أو تبات فيه، لا، المسكن ده بيكون هو حق المواطنين إن هم يعيشوا في مكان آمن صحيح بسلام وكرامة. في مساحة كويسة كمان، مكان فيه تهوية جيدة بعيداً عن العشوائيات اللي كانت موجودة، وده اللي بيتحقق بالفعل في المدن الجديدة. نشكر حضرتك شكراً جزيلاً أستاذ مصطفى عبد الله، الباحث في برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكراً جزيلاً ليك.